تنتعش السياحة الصيفية في تركيا لا سيما في مناطق بحر إيجا والبحر المتوسط، وهي أخذة في تطور في المناطق المطلة على البحر الأسود، كما تنشط في مناطق المرتفعات والجبال. وتتمتع المقاصد السياحية التركية ببنية تحتية متطورة، إضافة إلى البنية التحتية التي توفر للسائحين أجواء ملائمة لقضاء جولاتهم السياحية. أكثر المدن التركية التي تشهد إقبالاً كبيراً على السياحة الصيفية هي مرمريس وأنطاليا وألانيا وكوش أدس وبودروم وفتحية، إضافة لمدينة كاش. تركيا تأتي أيضاً في مقدمة المقاصد السياحية للسائحين من جميع أنحاء العالم بسبب مناخها المعتدل ووجود مناطق للتزلج على جليد كما في أرزروم، وأخرى تتمتع بطقس معتدل مثل قيصري وبورصة، والتي تعد أيضاً مدينة للسياحة الشتوية. منذ العام 1995 اتجهت تركيا لتنظيم فعاليات تحت ما يسمى السياحة الدينية للأديان السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، التي انتشرت أكثر آثارها في مختلف مناطق الأناضول وانتثرت في جميع المناطق حول العالم فيما بعد. السياحة العلاجية حققت نمواً مضطرداً في السنوات الأربعة الأخيرة بفضل التطوير المستمر للمستشفيات الحكومية والخاصة، والتي تواكب أحدث التقنيات الصحية والعلاجية العالمية. بلغ عدد من زاروا تركيا للعلاج العام الماضي 250 ألفاً من 107 دول حول العالم. تركيا الجسر الواصل بين الشرق والغرب، إضافة لما تملكه من آثار تاريخية وطبيعة خلابة وزوار يقصدونها لشتى المجالات، مما يجعلها من أكثر الدول جذباً للسياحة العالمية. يوسف سامي قمضان، قناة التركية، إسطنبول.